السلام عليكم وأهلا بالجميع. إحنا اليوم إن شاء الله بالجزء الرابع من كيفية الكتابة على الآيفون للمكفوفين. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن ميزة جدا مهمة موجودة بالدوار اللي هي تحرير، وهذه الميزة تحتوي على مجموعة من الإجراءات جدا مهمة ومفيدة بالأشخاص المهتمين بالكتابة وتنظيمها، ترتيبها، نسخها، لصقها، قص المقطع اللي ما نريده، إضافة مقطع الريدة كذا. يعني فالترتيب جدا مهم أثناء استخدامنا لجهاز الآيفون بالكتابة. هذه الميزة مبدئيا هي ما تظهر إلا إذا كنا واقفين على حقل النص، حقل إنشاء الرسالة مثلا أو حقل بحث أو كذا. المهم هو حقل النص، سواء إحنا كنا فاتحين لوحة المفاتيح، حروف يعني ظاهرة أمامنا أو ما ظاهرة، يعني هو بالأسفل حقل النص. مجرد أنه أنا أوقف عليه ألمس الحقل النص، أفر بالدوار أوصل إلى كلمة تحرير. ماشي زين. تحرير هذه إذا أنا ردت أستخدم اللصق، يعني أنه أجيب شيء وألصقه، لازم أكون أنا ناسخة فد عبارة أول مرة وبعدين أجي ألصقها وأبدي الدور أعدل عليها، أسوي عملية التحرير عليها. تمام. فأني هسه داخلة على الواتساب وعندي هذه رسالة. رسالتك قال أخرقتها لتغرق أهلها. فأنا بس خلي أبطل حرف كلمات إصدار سرعة الكلام 50% 60%. زين جد. رسالتك قال أخرقتها لتغرق أهلها. هذه رسالة عندنا بالإجراءات نسحب عليها، رسالة بالواتساب عرفوا نسحب بالإجراءات عليها إلى أن نصل إلى كلمة نسخ. التمييز بن رد إعادة نسخ. كأنما أنا هسا لازم هذه الرسالة بإيدي، تمام؟ نسختها. فمن أجي بالأسفل، ما فاتحة أنا حقل النص حاليا، يعني ما فاتحة أقصد لوحة المفاتيح، حقل النص بالأسفل. إنشاء الرسالة، حقل النص. اللي هو حقل إنشاء الرسالة، بس أفر بالدوار. تحرير. ألقى تحرير، تمام؟ من الأعلى إلى الأسفل أسحب. لصق. عبارة لصق، أنقر نقرتين. قال أخرقتها لتغرق أهلها. زين. هسه طبعا لصقتها يبدي يقرا لي شنو اللي اني نسخته ولصقته بهذا الحقل، وهذه جدا مهمه انه انا اعرف شنو اللي لصق. خاف اني مثلا صاير ايدي على غير رساله وناسختها وما منتبه، فمن اجي الصق العباره بحقل النص راح يقرا لي اياها، ينبهني انه انت لصقتي هاي العباره. فهذه ميزه ايضا جميله جدا. طيب شنو عندنا بعد؟ تراجع بالتحرير. احنا يعني بهذا المكان تراجع. شنو كلمة تراجع؟ تراجع اذا انقر عليها راح يمسح لي حقل النص، كأنما انا كل شيء ما لصقت. زين بعد لصق ولصق. هذني ليش يظهر لي بس ذني الثنين؟ لان لوحة المفاتيح ما ظاهرة، تمام؟ فمن اجي اريد افتح لوحة المفاتيح، اول شيء ضروري ما دام احنا سوينا لصق، يعني قمنا باجراء من اجراءات التحرير، اذا اريد اسوي غير شيء، انتبهوا لهاي نقطة جدا مهمة، إذا أريد أسوي غير شيء فأتصفح يمين وأرجع يسار على حقل النص، لأن هسا أنا إذا أنقر بعد نقرتين على حقل النص حتى يعني على أساس أنه أفتح لوحة المفاتيح راح يرجع يلصق لي العبارة مرة ثانية. ليش؟ لأن أنا واقفة على تحرير حاليا، فإما أروح يمنى ويسرى، يعني أروح وأجي على حقل النص، أو أفر بالدوار أروح على أحرف على الكلمات حتى من أفتح حقل النص ينفتح عندي، مو يظل يلصق. هاي أيضا ملاحظة نخليها ببالنا، فراح أروح يمنى ويسرى. رسالة إنشاء الرسالة قال أخرقتها لتغرق أهلها. زين أنا هسه واقفة على حقل النص، أنقر نقرتين، خلينا نسمع شنو اللي يقوله. إنشاء الرسالة حقل النص جاري التحرير قال أخرقتها لتغرق أهلها يحميك الله بطرق. طبعا أول شيء قال لي حقل النص وإنشاء رسالة وإنه جاري التحرير، هاي العبارة إنه إحنا حاليا نقدر إنه نقوم بالتحرير على هذا النص، تحرير أو تعديل طبعا هي نفس المعنى اللي هو أدت. طبعا العبارة طويلة، مني خلص العبارة، مني خلصها راح شي يقول نقطة الإدخال في البداية. هذه نقطة الإدخال شغلنا كله بيها، نعرف إحنا وين حاليا. المبصرين يشوفون مؤشر الكتابة وين صاير، فيعرفون هم بالبداية بين هذه الكلمة وهذه الكلمة، بالنهاية مثلا بنص الكلمة مثلا صاير المؤشر إذا على الأحرف. زين إحنا ما نشوف، شلون راح نقدر نعرف؟ من خلال هاي العبارة نقطة الإدخال في البداية، نقطة الإدخال
في النهاية نقطة الإدخال بين حرف كذا وحرف كذا في السطر كذا، ينطينا فد موقع دقيق جدا يعني للمؤشر، وهو جدا مهم. زين، هسه حاليا ليش صار بالبداية كل ما أكو عندنا حقل نص مكتوب بكتابة، مجرد ما أنه إحنا نقرأ عليه وينفتح تنفتح لوحة المفاتيح، هو تلقائيا يحط لي نقطة الإدخال بالبداية. فهاي نخليها ببالنا. إذا إحنا ردنا نضيف شيء بالأخير، بس مجرد أنه ننقر نقرتين على حقل النص، شو راح يقول لي؟ نقطة الإدخال في النهاية. يقول لي نقطة الإدخال في النهاية، نقرت أنا فقال نقطة الإدخال في النهاية. لا، اشتبهت، أريد أرجع للبداية، هم نفس الشيء، أنا واقفة على حقل النص، أنقر نقرتين بأصبع واحد، إدخال النقطة في البداية. إدخال النقطة في البداية. زين، حبيت أضيف فد عبارة مثلا، خلينا نقول مثلا السلام عليكم، يا سين لام ألف ميم سلام عين دال ريتيرن ألف حت دال لام يا كاف ميم عليكم السلام عليكم، أنطي ريتيرن اللي هي سطر جديد ريتيرن خطي جديد. زين، هسا أنا شو أريد أسوي؟ أريد أعرف أنا شو كتبت وشنو الترتيب اللي صار. أروح على حقل النص، إنشاء الرسالة، إنشاء الرسالة، حقل النص، جاري التحرير، سلام عليكم، قال أخرقتها لتغرق أهلها. طبعا هو راح يكمل العبارة كلها للأخير وراح يقول نقطة الإدخال بين عليكم وخط جديد مثلا كذا في السطر كذا، يعني ينطيني التفاصيل اللي قلت لكم عليها. زين، هل أنا مضطرة إذا عندي حقل نص طويل موجود كتابة هواية انتظر كل يقرأ لي يا الله أعرف أني وين؟ لا. شنو الطريقة؟ نفس الدوار اللي إحنا بيه، انفر بيه كلمات، نروح إما على كلمات أو على أسطر، أسطر حتى أعرف أني وين، أو حتى على أحرف اللي قبل الكلمات، كلمة أحرف. بس مثلا الكلمات حتى أعرف بين يا كلمة ويا كلمة، فحولت الدوار على كلمات. كلمات إذا أسحب من الأعلى، طبعا باللغة العربية، باللغة العربية إذا جاي نكتب أسحب من الأعلى إلى الأسفل، راح يوديني من أول كلمة إلى ثاني كلمة إلى ثالث كلمة وهكذا بالسرعة. هاي من الأعلى للأسفل. إذا لا، أنا أريد أرجع، أنا أدري هسا آخر شيء سويت سطر جديد بعد كلمة السلام عليكم، هسا أنا محاول الدوار على كلمات، فمن أسحب من الأسفل إلى الأعلى بأصبع واحد، هنشوف الشي يقرأ لي لأمي عليكم Times New Roman، هاي الكلمة عليكم. عليكم، زين. إذا أنا أريد مثلا أكمل، يعني أنا هسا رجعني هو للبداية، مو سحبت من الأسفل للأعلى، رجعني إلى كلمة عليكم، خلي أسحب من الأعلى إلى الأسفل، راح يرجع يقرأ لي إياها عليكم. عليكم، يعني وين صارت نقطة الإدخال؟ ورا كلمة عليكم. زين، بعد الكلمة اللي وراها هم أسحب من الأعلى إلى الأسفل، قال أخرقتها خطأ إملائي وهكذا، يعني السلام عليكم قال كذا كذا. زين، بالكلمات ما يقرأ لي المسافة، كلمة يعني هاي المسافة اللي نخليها ما بين كلمة وكلمة، ما يقرأ لي سطر جديد، هذا خط جديد ما يقرأ لي هاي العبارة، علامة التعجب أعتقد هم أيضا ما يقرأها، مثلا لأني السطر إيش اسمه، مو سطر، عفوا قوس، أيمن قوس أيسر، إلا إذا كان بيناتهن وبين الكلمة مسافة، بس إذا مدموجات بالكلمة من دون مسافة ما يقرأها. إذا ردنا هيك التدقيق لهالدرجة، لا، نحاول على أحرف. زين، العبارة طويلة، فأنا شو أريد مثلا؟ أريد أوصل إلى ما قبل الأخير، أفر الدوار على شنو؟ أسطر، على أسطر، وأسحب من الأعلى إلى الأسفل حتى أنزل، حتى أروح للأخير، لتغرق أهلها. بعد خط النظام عادي، هذه خط النظام العادي، إذا قالها يعني أكو خطين مع السطر جديد مرتين، يعني يحميك الله بطرق لا تفهمها. زين، بعد أسحب ستخرق لك سفن، لأن يحميك بعد من أبحار خاط يريدك إلا تبلغ واستفوت عليك فرص. يعني لاحظتوا نمشي سطر سطر، هذه حتى شنو يعني نستثمر الوقت، مثل ما نقول أنه أنا ما أضل كلمة كلمة أو حرف حرف. زين، هسه خلينا نرجع إلى أو خلينا نروح إلى الأخير، خط فارغ، يعني ضفنا بالبداية كلمة، هنشوف شلون نضيف بالأخير. إنشاء الرسالة، حقل النص، جاري التحرير، سلام، أنقر نقرتين بأصبع واحد، إدخال النقطة في البداية، بالبداية أرجع هم أنقر نقرتين،
نقطة الإدخال في النهاية صارت بالنهاية. أنا أريد أضيف شيء مثلاً بالنهاية، أنطي مسافة، مسافة بالوجع زين Return. وأنطي سطر جديد، خطي جديد مثلاً. يعني أنا إذا أريد أي أحد هو حسب رغبته، وأكتب أي شيء أريده مثلاً، خلينا نقول أكتب وشكراً مثلاً. واو سين همزة شين كاف راء ألف، والله يخليكم شكراً بالألف، تكتب بالأخير ألف ويعني تنوين المفروض، فلا حد يكتب شكراً بالنون لأن خطأ يعني إملائياً. وشكراً وشكراً تمام. هذه وين صارت؟ صارت بالأخير، ضفتها لأن أنا حبيت مثل أضيف هاي العبارة بالأخير. هذه مثلاً من ميزاتها. زين خلينا نرجع نشوف شنو بعد أكو عندنا بالتحرير. إنشاء الرسالة، إنشاء الرسالة نقدر نستفاد من عنده. وكل ما توقفون على إنشاء على الحقل مال إنشاء رسالة، حركة سريعة يمنى يسرى، أتصفح يمين ورجع يسار وأوقف على حقل الناس، حتى لي يعني يصير خربطة أو كذا، يرجعنا على حركة الدوار الطبيعية. زين كلمات أحرف الكلمات والله تحرير تحرير. خل نسحب حتى نشوف شنو عدنا بيها. لصق لصق، أنا ما أرد ألصق شي حاليا لنسى، بس أدوس لصق أنا شنو آخر شي نسخته، هي هاي العبارة نفسها فرح يرجع يلصق لي إياها. زين بعد أسحب اختيار الكل. اختيار الكل، هاي العبارة اختيار الكل إذا نقرت عليها راح يظللني النص كله، المبصرين يشوفون أنه النص تظلل يعني تحدد. إحنا المكفوفين شو نقول؟ نقول تحدد، يعني بحيث هو شو راح يسوي إذا أدوس على اختيار الكل؟ راح يقرأ لي النص كله ويقول لي تم التحديد. هاي العبارة من يقول يا تم التحديد أعرف أنه هذا تحدد صار مظلل. زين ليش أسوي اختيار الكل؟ يعني شنو اللي أستفاده؟ أستفاده هواي أمور. مثلاً خلي أول مرة نشوف شنو أكو بعد. تراجع. تراجع هاي قلنا راح يعني ينمسح اللي أنا لصقته مثلاً أو أنا ضفته. اختيار. اختيار هاي فقط الكلمة اللي أنا واقفة عليها، اللي أنا بنهايتها، الكلمة اللي أنا بنهايتها راح يسوي لي اختيار فقط هي. لصق. وهاي رجع على كلمة لصق. زين خلينا نجي على اختيار الكل. اختيار الكل. اختارت كل اللي مكتوب، أنقر نقرتين. سلام عليكم، قال أخرقتها لتغرق أهلها يحميك الله بطرق لا تفهم. زين راح يبدي يقرأها كلها، ومثل ما قلت لكم يقول لي تم التحديد. خل أكمل سحب هو نفسه بالتحرير، أسحب من الأعلى للأسفل. بحث عام. بحث عام، إذا أكفت كلمة معينة بهذا الكتابة كلها أريد أبحث عنها. بعد تراجع. تراجع أريد كله أمسحه، بس أنقر على تراجع كله راح ينمسح. بعد نسخ. نسخ راح أنسخ المكتوب كله اللي حددته، بس من أنسخه راح يبقى مكتوب بحقل النص. النسخ يصير كأنما أنا لازم نسخة من هذا المكتوب بإيدي ويبقى موجود بحقل النص. زين اللي بعده قص. قص لا، قص يختلف، كأنما أنا شلته كله ألزمته بإيدي هذا المكتوب وفرغت حقل النص من عنده، يعني أشيله أخفيه من حقل النص، ينقص من عنده. تمام. بعد لصق. ولصق نرجع على اللصق. زين خلينا نسوي قص. قصة نشوف شو يصير. سلام عليكم، قال أخرقتها لتغرق أهلها. أيضا راح يقرأ لي النص كله وبعدين يقول لي تم القص. ماشي زين، أنا أسامن قصيته، خلي أشوف حقل النص. إنشاء الرسالة، حقل النص جاري التحرير، إدخال النقطة في البداية. ما فارغ ليش؟ لأن أنا قصيته كله، بس كأنما أنا هسه ناسخته ولازمته بإيدي، وقلت لكم الفرق قص يعني أفرغ حقل النص من عنده وأخذه عندي، النسخ لا، أخذ نسخة عندي وأبقي نسخة بحقل النص مكتوبة، حتى تعرفون شو وقت تستخدمون هاي وشو وقت تستخدمونها. زين غيرت رأيي أو أرد أروح بغير دردشة مثلا، ألصق هاي العبارة نفس الشيء، هم أوقف على حقل النص، أفر بالدوار الكلمات والتي بها خط أحرف التحرير، على كلمة تحرير أسحب لصق. لصق سلام عليكم، قال أخرقتها لتغرق. رجع كل العبارة رجعت مرة ثانية. تمام زين، أكو عندي شرح إن شاء الله راح أضيف لكم إياه بالوصف وبأول تعليق موجود عندنا بالقناة، يعني من زمان أنا شارحت عن تحديد النص، هاي الميزة الموجودة. خلينا نفر بالدوام. الكلمات أحرف كلمات أسطر تحديد النص. تحديد النص هذه أيضا ميزة جدا مهمة، أنا أعتبرها ذني التحرير وتحديد النص يعني هدية يعني قيمة قدمت لنا إياها شركة أبل. هذه شنو فكرتها؟ مثلا أنا عندي نص طويل أريد أقص جزء من عنده مو كله، إما كلمة أشيلها فقط أو سطر أو سطرين أشيله من عنده، أشيله يعني أقصه من عنده،
هسه أقصه وأخذه ألصقه بغير مكان، أو أريد أقصه أحذفه نهائيا، المهم إيش أستخدم؟ أستخدم تحديد النص. زين، أول مرة خلينا نشوف نقطة الإدخال وين حاليا. مسافة تم الاختيار، حذف، تم حذف مسافة وشكرا. زين، هسه بالنهاية إنشاء الرسالة، إنشاء الرسالة، حقل النص إدخال النقطة في البداية. حطيت نقطة الإدخال بالبداية. أنا مثلا كلمة السلام عليكم ما أريدها، أريد أشيلها، فش راح أسوي؟ أحط نقطة الإدخال بالبداية، أروح على تحديد النص، كلمات، إصدار، تحديد سرعة تحديد النص، أسحب من الأعلى للأسفل، تحديد الكلمة، تحديد الحرف. أول شيء عندنا تحديد الحرف، يعني إذا أسحب عليه من اليمنى لليسرى راح يحدد لي حرف حرف. زين، اللي بعده تحديد الكلمة، الكلمة أحدد كلمة كلمة مثلا من اللي أريدهن، هاي خصوصا إذا أنا بنص المقال اللي أنا بيها، حتى لا يعني مثلا ما نقول أطلع زايد وآخذ كتابة أنا أريدها تبقى. بعد تحديد الخط، تحديد الخط تقريبا سطر أو أقل من سطر، 3 كلمات 4 حسب طول الكلمات يعني. وعدنا تحديد الصفحة، تحديد الصفحة، هاي شنو تحديد الصفحة؟ وين أنا واقفة مثلا، بس أسحب من اليمين لليسار راح يحدد لي كله للأخير، من وين ما أنا واقفة بنقطة الإدخال إلى الأخير، هاي إذا من اليمين لليسار، وإذا بالعكس فمن وين ما أنا واقفة بنقطة الإدخال إلى اللي قبله إذا كان أكو قبله كتابة، والأخير اللي هو اختيار الكل، اختيار الكل اللي هي نفس فكرة التحرير، اختيار الكل اللي بالتحرير. زين، أنا أريد بس مثل أحذف السلام عليكم اللي بالبداية، فالأسهل أني أختار هذه الخط، تحديد الحرف، تحديد الكلمة، تحديد الخط، تحديد الخط موقفت عليها، أسحب من اليمين لليسار سحبة واحدة، سلام عليكم تم الاختيار، قال لي تم الاختيار. زين، إذا أنا أريد هاي العبارة فأروح على التحرير وأسحب وأختار قص، لأن أريد يعني أريد ألصقها بغير مكان، وإذا أنا أصلا ما أريدها أصلا أريد أشيلها يعني، فبس أنقر على كلمة على هذه المفتاح مع الحذف اللي بلوحة المفاتيح، حذف، تم حذف التحديد، خلاص سلام عليكم، انحذف التحديد. زين، هل أكو طريقة إني أسترجعه؟ خل أشوف، أوقف إنشاء الرسالة، خط فات، حقل النص، أفر بالدوار، الكلمات والتحرير، لصق، اختيار الكل، تراجع، أكو تراجع، والله خلي أنقر تراجع أشوف هي هاي اللي راح يرجعها العبارة، سلام عليكم تم اللصق، رجع لي إياها. لاحظتوا؟ يعني حتى شوية ندم ما يصير عندنا إذا استعجلنا أو إذا أخطأنا أو إذا شلنا عبارة إحنا اشتبهنا بيها مو هي الأرض يعني أريد أحذفها. زين، فنقدر بالتحرير نجي على تراجع يرجع ليها، يعني ميزة جدا راقية صراحة، ذن التحرير وتحديد النص هواي يفيدنا إذا إحنا كنا من مستخدمي الكتابة بشكل مستمر، كان نكون طلاب أو أساتذة يعني معلمين أو مدرسين. يعني هذا أهم الأشياء اللي موجودة بالتحرير، حاولت أني أتطرق إلها، يا رب إن شاء الله يكون ما قدمته واضح. شكرا لاستماعكم وفي أمان الله.